السلام عليكم متتبعي قناة سناء أمجاد، مرحبا بكم معايا من جديد على قناتي ومع فيديو جديد. فاليوم لا فيديو فهي خاصة بالوليدات الصغار، فاحنا صراحة على قبل هذيك السقاطة اللي كياخذوا الوليدات، فكنبغيو نعوضهم شي حاجة في الدار، يعني تعوضنا على هذيك السقاطة ديال الزنقة، وهكذا نكونوا كنتفاداو شي حاجه مضره لوليداتنا ولوليدات الله يهديهم. الصراحه كنشوف غير من ولدي انا الحيحه، يعني ضروري اي خرجه خرج خاص ضروري يجي هاز في هاد الايد وهاز في هاد الايد. المهم ما غاديش نطول عليكم لا فيديو، غادي نديرو الفيديو تكون ان شاء الله قصيره يعني خفيفه ظريفه كيف العاده. فاليوم ما غادي نوجد معاكم كوكيز، واحد كوكيز اللي صراحه ساهل وطريقه مبسطه جدا، ما فيهاش بزاف ديال العذاب وتعمره وقوه التقنيات. صراحه راه ساهل، وانا ديما كنديرو لولدي في الدار. فالمكونات غادي نحتاجو هنا عندي تقريبا واحد نص ربعه ديال الزبده، انا هنايا خديت اللده. غادي نحتاجو بيضه بدرجه حراره المطبخ، عندي هنا واحد نص كاس ديال الزيت ديال سنيده سكر سنيده عفوا، مع نص كاس ديال الزيت. عندي هنايا نص خميره تقريبا، هنا خليت فيها واحد المعلقه صغيره. عندي ساشي ديال الكاكاو، وعندي ساشي ديال الفاني. وكا اضافه يعني باش غادي ندير النكهه، انا هنا ديجا غادي ندير الكاكاو، غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الشكلاط غبره. وللتزيين فانا غادي غنستعمل هنا لي شوكولا بيبيت، غنيين عن التعريف يعني كلشي عارف لي شوكولا بيبيت. وغادي نستعمل هاد الفيرميسيل، غندير منه واحد شويه ديال الفيرميسيل. هنا كناخد هاد ديال شوكولا إقبال، الصراحة هذا غزال وهذا شوكولا نوار، يعني فيرميسيل نوار كيجي غزال 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 في الحلوى، في هادشي ديال لاباتيسغي، أي حاجة أي حاجة يعني غتستعملو فيها الفيرميسيل، فهذا مذاق ديالو غزال. هاد الفيرميسيل ديال إقبال صراحة غزال، هو زيد شوية في الثمن يعني ماشي بزاف حيت شوكولا نوار، مي راه زعما الأطباق ديالو غزالين حسن من الفيرميسيل العادي. فأنا كنستعمل هذا غير كإضافة الصراحة، هي لي كوكي صافي كيبغيو شوكولا بيبيت. بما أنه هنا ما عنديش الكمية كثيرة، فغادي نستعمل هنايا حتى شوكولا فيرميسيل. غادي ندوزو باش نبداو في التحضير ديال الكوكيز ديالنا ديال اليوم. فاول حاجه غادي نبدا بها هي الزبده والسكر سنيده والزيت والبيضه، غادي نخدموهم على شكل بوماد حتى يتجمعوا لينا، غادي يوليو لينا على شكل بوماد. عاد غادي نضيفوا لهم المقادير الاخرى، الكاكاو والفاني والخميره. بالنسبه للدقيق فتقريبا غادي نحتاجو واحد 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، يعني 3 الكيسان غادي يكفاونا تقريبا، وعلى حسب النوعيه ثاني ديال الدقيق. الا كان الدقيق ما غاديش يشرب ليكم فغادي تحتاجو غير 3، كان الدقيق غادي يشرب ليكم فتقريبا غتزيدو ليه واحد النص هكذاك، يعني 3.5 ولا مهم على حساب النوعيه ديال الدقيق ديالكم. فهو العجينه كتبغي تجي بحال العجينه ديال الصابلي، ما هي ثقيله ما هي خفيفه، يعني ما قاصحه مرطبه يعني بين وبين. فهذا الشيء اللي كاين، وغادي نبداو دابا باش غادي ندوزو باش نبداو في التحضير. وهنا من بعد ما جمعت الخليط ديالي كيف ما كتشوفوا ضفت هذاك الساشي ديال الفاني. فبالنسبه للكاكاو
والخميره والشكلاط غبره، فضروري ما نغربلوهم، كيكونوا فيهم هذوك الحبيبات. غادي نضيف هذيك المعلقه اللي خليتها ديال الخميره، وغادي نضيف عليهم المعلقه ديال الشكلاط غبره. فانا هنا غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره، ولا غادي ندير معلقه ونص تقريبا. غادي نرجع باش نكمل. غادي نبقى غادا بهذه الطريقه هذه حتى غادي نخلط هذه المكونات ويولي فيهم لون موحد، يعني ما يبقاوش هكذا شي ابيض شي نوار كاين الماغون. المهم هذا الشيء باقي مخلط، غادي نخدمهم مزيان حتى نوحد البوماد اللون ديالها، وغادي نبدا نضيف في الدقيق يعني بشويه بشويه حتى نحصل على العجين اللي انا باغا. وعاد غادي ديك هذيك الساعه نضيف له الفيرميسيل والشوكولا بيبيت. والعجينه ديالي ها هي كيف ما كتشوفوا كتجي لينه، يعني ما مخصناش نديروها قاصحه باش ما تجيش قاصحه، وما خصهاش تكون رطبه اكثر من القياس باش ما يتفرتتش لينا الكوكيز فاش نطيبوه. فتقريبا كتجي فحال عجينه ديال الصابلي، غير واحد النقطه بغيت نشير ليها، فاش تكونوا كتجمعوا في العجين فقط اكتفيو غير بالجميع، يعني ما تلكوش العجينه باش هكذا فاش نقطعوهم ما يديفورماوش لينا ويبقاو في لافورم اللي غادي نقطعوها فيهم. الا دلكنا العجينه ديال الصابلي فديما كتفورما لينا، فحاولوا ما تدلكوهاش غير تجمعوها بالاصابع. دابا غادي نقسم العجينه وغندخلها لواحد ربع ساعه الثلاجه، عاد غادي نخدمها. وخرجت العجين ديالي من بعد ما خليته في الثلاجه تقريبا واحد 15 دقيقه كيف ما سبق لي وذكرت من قبل. فهنايا خرجت غير كره وحده حيت الجو سخون، فغادي نبغي يبقى الكرات شادين في راسهم، فخرجت غير وحده بين ما ساليتها وغادي نخرج الكره الاخرى باش نخدمها. فهنايا شفتوا الحجم اللي اختاريت ديال القطاعه ديالتي، فانتوما تقدروا تختاروا اي حجم بغيتوا، انا اختاريت هذا الحجم المتوسط، تقدروا ديروهم كبار الا بغيتوا، فالاختيار كيبقى اختياركم. انا هنايا راني خدمتها كيف ما كتشوفوا، كيف ما كنخدم انا الصابلي ديالي كنخدمه في البلاستيكه، فكتجيني هذه الطريقه سهله وطريقه عمليه، يعني ما كتمحنش ودغيا كيتهز معنا ما كيلصقش لينا. غادي نكمل كاع الكرات ديالي ونرجعوا نتلاقاو. وفي هذا الاثناء انا راني ساليت التحضير ديال الكوكيز ديالي، كيف ما كتشوفوا الكميه تقريبا خرجت لي لاطا ديال الكوكيز، يعني الا ضاعفتوا الكميه غيعطيكم عدد اكثر من هذا. ودابا غادي نديها الفران طيب. الكوكيز ديالي راه وجد كيف ما كتشوفوا، فاش كنصيبوا شي حاجه ديال السقاطه في الدار الصراحه كنحيدوا واحد العبء علينا من على الكتاف ديالنا، فكوميم كنعاونوا وليداتنا يتفاداو شي حاجه مضره ليهم. وكنتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو هذا، وكيف العاده الا عجبتكم لا فيديو ما تبخلوش علينا باللي لايك وبلي كومونتير، يعني سواء بوزيتيف سواء نيجاتيف، فانا قابله اي كومونتير جا من عندكم، وبالبارتاج وبالديزابوني جداد اللي مازال ما شاركش معايا في القناه يضغط على الزر الاشتراك او الابوني، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.